بسم الله والصلاة والسلام. كراكم البنات؟ شو راكم كامل بخير؟ اليوم قلت لكم كيراني في العروبية، شوفوا خرجت بعد المنظر رائع، قلت الله ما نحرمكم معايا. يعني تشوفوا ما شاء الله، الله يبارك. شوفوا هذا كامل رانا طالعين للفيرما، شوفوا الله يبارك. شوفوا هذا الجبال، هذا يعني هذا الشجر تاع سقوقو، خطرات كي يكون السفيد وجدو نجمدو منه يسقوقو. هاو الشجر ما شاء الله، شوفوا الله يبارك. شوف هذا كامل الطريق هابطين، ماشي هابطين بنات، طالعين الجبل. شوفوا هذا المنظر رائع جدا. شوفوا هذا البنات، يعني الطريق اللي فتنا منه حنايا، حنا البنات هنا رانا وصلنا. كي وصلت البنات طلعت فوق الدالة يعني، وقعدت نصوركم في الجبل ورانا. شوفوا هنايا انا حبيت نوريكم السد والرش شحال بعيد علينا، يعني مش بزاف تنوريكم. شوفوا يعني مع شويه كانت سميشه ماشي طله بزاف بنات، ما والله تشوفوا واحد المنظر رائع جدا. شوف هاو السد وراي بشتوه الحياة الزرقاء، هذاك هو السد. شوفوا بنات يعني نشوف من جهه بالجهه تاع السد، وهذه من الجهه اللي تاعنا هذه. شوفوا الشجر تاع اللوز هاهم، يعني مخلط اللوز والبرقوق بنات، يعني نفس الورد تاعو كامل هنايا. شوفوا الشجر تاع اللوز هذا هو، يعني مع الفيديو اللي فات وريت لكم الشجر تاع اللوز وكملت لكم مع هذا. ها شوفوا هذا هو الشجر، يعني واحد المنظر رائع جدا، عجبني بزاف 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 البنات. قلت والله غنوريه لكم، يعني مليح واحد في الربيع يروح، يعني من دركا يبدا يروح للجبال يمشو، كاين لي بلونت فما تجيبوهم. وان شاء الله البنات يكون عجبكم هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.